كشفت الفنانة المغربية دنيا بوتازوز خلال حلولها ضيفة في برنامج عالم شهرزاد الذي تقدمه الإعلامية شهرزاد عكرود، وأذرفت دنيا بوتازوز الدموع قبل أن تصرح أنها تخاف من أن تمرض بمرض الزهايمر وأن تنسى الناس. وتداولت العديد من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه بوتازوز وهي تكشف عن مخاوفها من هذا المرض، وأنها ليست مصابة به بل هي تخاف من أن تقع في هذا المرض في يوم من الأيام. وحرصت مقدمة البرنامج على سؤال بوتازوت عن السلسلة الدرامية الناجحة المكتوب، وعما إذا كان هناك جزء ثالث، خصوصا أن نهاية الجزء الثاني ظلت غامضة. لتجيب الفنانة المغربية بنفي الخبر مصرحة أن طاقم العمل اكتفى بالجزئين الأول والثاني اللذان لقيا نجاحا كبيرا،